انا عارف، انا عارف ان حيوان صادم ليك وزي ما هو صادم ليا بالظبط، بس الواحد يعمل ايه بقى؟ خلونا نفسر الكلام ده بعدين شوية، مش دلوقتي، خلينا نتماشى مع اليوم كده. دلوقتي انا هنا في شقة صاحبي مصطفى وقاعد لوحده، هنقضي اليوم مع بعض ان شاء الله. النهاردة اجازة مفيش جامعة، وقلت فرصة نصور، محتاجين نعيش التجربة دي جدا مع بعض. يلا بينا. صباح الجمال. طب مش هنعمل الدخلة ولا ايه؟ دي دخلة كويسة. ها ايه يا ابني، صحيح من النوم لسه مفكر دلوقتي؟ فكر صحيح من النوم طازة. الساعة كام؟ 9:30؟ تنين الساعة 5 وصحيين الساعة 10. خد جرب دي كده. ده مش اعلان. مش خطوبة عشان ما تشوف خطوبة عليهم مع بعض. يا لهوي على المزاج، يا لهوي على المزاج. اهلا بكم في الفقره الصباحيه الجميله. والله القعده دي ناقصه خميس. النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ مبدئيا المكان ده اللي هو ايوه الحته دي كده، ده كان السير بتاعي امبارح. انت كده جاي، انا جاي كده جاي تقول كده، انت جاي تخبط بقى. لا هو الراجل ما قصرش، بس هو الدنيا مش مهيئه هنا لسه. حكيت اكتر برضه. الدنيا مش مهيئه، ايه المشكله؟ بصوا في صدر عجب، الراجل لسه عايش لوحده وبيظبط الشقه، ايه المشكله؟ الشقه جديده ما شاء الله يعني. واحد في هندسه في اخر سنه وعنده شقه جديده، ايه بقى؟ ايه؟ والله العظيم مزاج. احسن مصدر هواء في البيت ورايا، هو المصدر الاحسن والوحيد اللي في البيت اللي احنا متجمعين عنده بصله هنا عشانه. هي البتاعه دي. احكيت العنوان. انا كان بيلي فتره نفسي اسكن بره لوحدي واجر شقه وافرشها واقعد لوحدي. انا كتجربة حلوة يعني، وشايف ان ده بيحطك في تحت ظروف معينة من وجهة نظري، يعني تبقى عايز تشتغل على نفسك اكتر وتخرج من مكان راحتك وتبدأ عايز توصل لهدفك بطريقة اوضح، بشرط ان انت اللي هتعمله ده يبقى مش مبهدل وتعرف توفر لنفسك اساليب راحة، بحيث ان انت الاساليب دي تساعدك ان انت تتقدم بسهولة ومفيش قدامك اي عائق. احيانا عايزين نظبط حياتنا، بس يعني مهما انت بتحاول تظبطها ممكن تفلت منك كده، تروح منك كده، تحاول تجيبها كده تجيبها كده. فكل الروتين اللي كنت عامله عشان نظام وبتاع ومش عارف ايه كله راح. فبنحاول نتأقلم مع الوضع اللي هو تقريبا يعني جديد نوعا ما، بس ما كانش ينفع ما اصورش النهارده، كان لازم اصور النهارده واعيشكم معايا التجربه اللذيذه دي. يلا هنروح فين؟ هنروح فين؟ نروح البنك. يلا بينا. هنروح فين؟ وانا اللي هقولها نروح فين برضه. قول. هنروح بيتنا التاني. ستاربكس. طب ايه مش هناكل؟ ها؟ ناكل. تاكل ايه؟ سمك؟ احنا هناكل الغداء. سندوتش كبده جمبري. سندوتش. وصلنا ريدي ستارز. حيث ستاربكس. امريكان كوفي. مكتب ستيف جوبز. وهنلخص محاضرة عايز احكي لكم عليها بعدين. انا بقى حسيت بايه لما انا خرجت بره البيت؟ اولا شعور مش حلو ان انت ما بقاش عندك مكان تبات فيه، يعني دي حاجه مش حلوه. فلو انت عندك مكان تبات فيه احمد ربنا، دي نعمه، نعمه ان انت في اخر اليوم مسحول في كذا حاجه، في الجامعه، خارج، في شغلك، في اخر اليوم انت هتروح لمكان هتبات فيه. يعني الكلمه دي مهمه يعني. تاني حاجه الفلوس بقى، انت مثلا تكون انت بره البيت محتاج تصرف، محتاج تجيب اكل تشرب، محتاج حاجات كتير، يعني عايز تصرف على نفسك كتير، وانت عايز مواصلات. فلو انت معاك فلوس تحمد ربنا. قابلنا عم اندرو اشرف في الشغل. قابلنا يا شباب، قابلنا من كام يوم، قابلنا من كام يوم، وكنا بنتكلم عن حاجات كتير. مش بعمل فلوج، ما كانش بيعمل فلوج، فالنهارده قابلنا
بس الموضوع ده كان ليه ميزه كبيره. ميزته ان انا اولا شفت حاجات كتير، منها صاحبك اللي يشيلك وقت ما انت تكون عايزه، يكون موجود، انا محتاج لك دلوقتي في الموقف ده تعال، اهلك اللي يكونوا جنبك، خالتي عايزه اقعد عندك شويه تعالى بيت بيتك، تعالى اقعد اخرج بتاع ايه مدينة اصلا التيشيرت مش بتاعي هو بتاع ابن خالتي واخده منه يعني. ميزه برضو انا كان نفسي اعيش تجربه شبه كده وعشتها، دي حاجه حلوه انا مبسوط بيها. الميزه برضو وقتك بره البيت بحتك الناس اكتر، بقابل الناس اكتر، خليني اجتماعي شويه، مش قاعد في اوضتي وقافل على الباب. الكلام ده بيديك خبرات عاليه جدا وانا مبسوط بالتجربه دي جدا. الصين الطبيعي بعد ما نخلص هنشرب حاجه فيه. اول مره اعمل حد فوق كده. تمام انت جاي لي بقى؟ انا جاي النهارده اول حاجه عشان اتعرف عليك. تمام. وثاني حاجه ان احنا نتعلم منك بقى ازاي نبدا في الفلوجينج وازاي نبدا في اليوتيوب. تمام. وده ليا والناس طبعا اللي بتشوف الفيديو عندي او عندك، فنحاول نتعلم وفي نفس الوقت نعلم الناس اللي معانا. فده كان من الاسباب الكبيره اللي حابب اتكلم عنها. هو شريف كلمني قال لي يا عم عايز اقابلك، هتبقى فاضي في يومين الجايين دول كلمني. بس انت عارفني عبد الله قاعد في ستاربكس هنا او مش في البيت اصلا، فكان شريف انا بره تعالى قابلني. بس فجاه فهنعمل فيديو في قناته نروح نشوفه بقى. النهارده دي مشروع التخرج. ايوه اوكي اشوفك بلوج بكره ان شاء الله. انفو حب وسلام. بس ايه ليه ليه انا لو دخلت عالم البلوجز ده هتعوض بيه. قصدك ايه؟ عشان انا عندي كونتنت، عندي كاريزما، عندي وقت، عندي فاليو اقدمه. مش هرايق خلاص انا هديك كام حساب ده يعني انت شويه ايه بس اسمك ايه؟ أسوة حزم الصديق العبقري بتاعك، بقول لهم يزودوا يعملوا حاجة دسمة كتير. الشخص ده قبل النصيحة دي وأنا متأكد إن شاء الله بإذن الله إنه هيعمل حاجة تحفة جدا مفيدة جدا، وهيخلي البلوجز بتاعته يوميا يبقى فيها حد جديد بيقابله بياخد منه حاجة جديدة أو بيوصل فيه موقف جديد أو حدث بيحصل أو أي حاجة. بس حدث بس عشان إيه تعرف بس إيه التصور والحاجات دي، لأ حدث ريليتد بمستقبلنا يعني مش عايزين مشاكل، إحنا بنحب الناس كلها. ويلكم روبي. حسام دلوقتي الفيديو اللي شفته من شويه ده. تمام. كنت بقول له بس حسام انت كنت السبب ان الزوجه خدتني استمر لحد دلوقتي واوصل لمكان انا وعمرضي عن نفسي. انت ايه احساسك بعد ما شفت الفيديو؟ قلت لي بعد ما دخلت الفيديو. ايوه يعني ان الواحد بالونه زي ممكن يبقى له اثر، ممكن يقول حاجه تنفع مع حد عبر السنين. ده دي حاجه تدي موتيف للي بيتفرجوا دلوقتي ان هم اكتر مننا بالنسبه 100% من اللي بيتفرجوا على السن ممكن يطلع منهم حاجات احسن من انا وانتهى ومن هو بيعملها، لان احنا ولا حاجه، احنا بلالين يعني. صح انا بلون اهو. ولسه شريف جاي اهو من شويه وجاء عمر عايز يشوف حاجه في البلوجز، قول لي عايز اعمل ايه مش عارف ايه، اداني حاجات ممكن تفيد بيها منك مثلا، مع اني برده بلون اهو كل حاجه، بس زي ما انت قلت هي لف اداني بتلف والله بجد. واللي بيتفرجوا دلوقتي علينا لازم يقوموا برده يعملوا يعني ياخدوا الجملتين دول يدوا موتيف للناس، زي ما هم اتحمسوا يقوموا يحمسوا ناس ثانيه، اهل، قرايب، جار، اي حد، يقوموا حالا يعملوا. شكرا مستر حسام. دي للولاد وللبنات برضه. خلاص خلصنا ورايح حمايه النهارده عند خالتي. بالنسبه للمشهد اللي كان في المسجد ده كان مشهد حلو. عايز اكلمكم عنه. كده كنت خارج المسجد وبتاع ولقيت ان انا عايز اجري، يعني مش عايز اجري، عايز اخرج الحق الحاجات اللي ورايا اللي في الدنيا اللي شغلاني. وبعدين الصوت ده قعدت اقول يعني ليه الواحد مننا او مننا من اولكم طبعا قلبه مش متعلق قوي بالمسجد، دي مشكله فظيعه. كل همه ان هو عايز يلحق الدنيا وبتاع، فانا اكيد انا كده مش مظبوط، ولو انت كده فانت برضه اكيد مش مظبوط. افتحي يا خالتي. حلو الكلام ده. ايه حكايه العنوان؟ ف
فاللي حصل في البيت ان البيت طردني بره البيت، مش اهل البيت يعني، مش جدي وجدتي، لا هما بيجددوا حاجات في البيت، فالمكان الوحيد الفاضي هو اوضتي فسبتها لهم. وانا قلت ايه، هتسنكح انا مع نفسي واقعد عند صاحبي شويه، نعيش الدنيا ماشيه ازاي وبتاع، والدنيا هتمشي تبقى جميله وكده. قعدت عنده يومين، وبعد كده دلوقتي عند خالتي. على حاجه عند خالتك تحس انت عند امك بالظبط، ان هو عامل الشاي ده غير البسكوت ده، مش عارف نقعد قد ايه بالطريقه دي، بس في جميع الاحوال بنستفيد. عارف حد بكده عارف يقرا في كوبايه الشاي؟ هتقعد بره البيت 5 ايام.